الو تو الموند، مرحبا بكم في صوص كويزين. كنتمنى تكونوا لاباس عليكم، تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم جيت بوغ اون نوفيل ريسيت ديال لا بيتزا نابوليتان، ديال لا بيتزا ايطاليان، ماشي اون اوتر بيتزا، ماشي من داك البيتزات اللي كتعرفوا. هذه سي لا فري ريسيت ديال ليطالي، اللي غتجيو مثلا لي ريستورون هنا في ايطاليا غتلقاو هاد لو جونغ ديال لي بيتزا. دونك هي مختلفه غير من واحد الدقيق اللي سميتو المانيتوبا. دونك هاد المانيتوبا واحد الدقيق اللي كيتستعمل لي ريسيت اللي فيهم مده طويله ديال التخمر، حيت هاد المانيتوبا فيه بزاف ديال الجلوتين، ميم اللي كتخليوه يتخمر لمده طويله الجلوتين كيتحيد. دونك فوالا، ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم مع لا ريسيت. افون تو ديروا لايك وسبسكرايب وخليو دي كومونتير. الوغ بوغ لي زانغريديون ديال لا بيتزا، عندي 300 غرام ديال الدقيق طحين العادي، وعندي 200 غرام ديال لافارين ديال المانيتوبا، وعندي 35 غرام ديال زيت العود. هنايا عندي 10 غرام ديال الخميرة البلدية اللي خليتها تفاعل شوية مع السكر واحد 10 دقائق هكاك وتفاعلت نفخات، وعندي الملحة و 300 مليلتر ديال الماء. الوغ اللي بغيت نقول لكم على لافارين ديال المانيتوبا، سي لا تي 65 في برا، في فرنسا في البلدان الاوروبيه هي تي 65، وهي فيها الجلوتين بزاف، ولكن هاد لافارين كدير غير ملي كتكون شي حاجه اللي كتخمر لمده طويله، بحال هنايا البيتزا هنا في الطاليان كيخليوها تخمر بزاف، واحد كاين اللي كيخليها 24 ساعه، كاين اللي كيخليها نهار، داكشي علاش هنا لا بيتزا كتكون خفيفه وما كتكونش صعيبه في الهضم. دونك هاد لا فارين قلت لكم كدار غير ملي كتخليها لمده طويله. انا غادي نصايبها دابا الليل باش غدا غادي نطيبها في الغدا، دونك غنخليها الليل كامل تخمر. غادي نصايبها اليوم في الليل وغدا غادي نتغدى بها. دونك داكشي علاش درتها باش نخليها تخمر، حيت ملي كتخليها تخمر بوندون لونطون هذاك الجلوتين كيتحيد منها. دونك انا هي الخميره البلديه، هنا كيتباعوا دي ساشي فيهم 10 غرام بحال هكاك، كل 10 غرام كدير 500 غرام ديال الطحين. دونك فوالا درت 500 لا توتال ديال هادو، ودرت 10 غرام ديال الخميره البلديه. الوغ بالنسبه للخميره البلديه، الا ما كانتش كتواجد عندكم مصايبه، حيت انا هذه اللي عندي هنا 100% ناتوريل، واخا كنشريها هكا مي ناتوريل. و الا كان تقدروا تصايبوها نتوماي في الدار، سي با ما صعيباش، راه ساهله بزاف. دونك الا ما كانش عندكم صايبوها نتوما في الدار، سينو تقدروا ديروا خميره البيره، حتى هي الي بوسيبل انكم ديروها. دونك دابا غادي ندوزو لا بريباراسيون. دونك غادي نزيدو لا فارين ديال المانيتوبا، كنظن في المغرب تقدروا تلقاوها، شوفوا لي باغا فارماسي ولا دوك البلايص اللي كيتباعوا فيهم هذاك الشيء بيو. دونك فو بوفي، كنظن انكم تقدروا تلقاوها. دابا غادي نزيد الخميره، درت فيها شويه ديال السكر باش تفاعل معاه، سينو تقدروا تستغناو عليه. ودابا غنبقاو نزيدو في الماء بشويه بشويه. الا عندكم العجان تقدروا ديروه في العجانه، انا ما عنديش، دونك غادي ندير بيدي. غادي نزيد دابا الملحه، شويه ديال الماء غادي ندير. دابا غنبقى نزيد زيت العود بشويه بشويه. الوغ زيت العود اولا زيت الزيتون، انا عندي فيرج اكسترا فيرج، دونك ما فيش الملحه ما فيش الماء. اذا كان عندكم زيت العود العادي ديال اللي معصر عادي، تقلوا الملح شي شويه، هذا ما مالحش. اوكي
هاد لا كونتيتي تقريبا كيجيو فيها دو بيتزا دونك الا بغيتو اكثر بوفي فيغ بلوس سي بون دابا غادي نحطو في لو بلان دو طراي غنزيد عليها شويه عاوتاني ديال زيت العود او غادي نعجنها Donc, Heidi, c'est la pizza italienne napolitaine. Alors, donc, à la pâte Diana, radin khliwa wahed 10 minutes, 4 ml, ou men bad radin nage. Radin sdou aliha bhad le bol li ajna fi, on khliwa tkhmer 10 daqiq. C'est bon, daba dast 10 minutes. دابا غادي نطويوها شي شويه وغنبقاو نجيبو من اليمين الوسط ومن اليسار الوسط ومن الوسط من جناب الوسط دونك عندنا ها هي لاباط جمعناها غادي نخليها تخمر واحد انا غنخليها ليله كامله باش غدا ناكلها حيت كل ما تخمرات كل ما كتكون سهله في الهضم وكل ما كتكون لا بيتزا احسن دونك غادي نخليها ليله كامله نتوما تقدروا المينيموم تخليوها ساعتين مينيموم ساعتين دونك غادي نخليها في الفران شاعله ليه الضو باش تكون الحرارة درجة الحرارة مزيانة واحد 28 درجة هكاك دونك غادي نخليها حيت دابا برد الحال بزاف مذاك وكان صاد الواحد يقدر يخليها برا مي فيك دابا برد الحال من الأحسن غادي نخليها في الفران دونك فوالا دابا درتها في البول اللي خلطنا فيه توتالوغ العجينة وغادي ندير لو بابي أليمونتيغ كيف ما قلت لكم غادي نخليوها غنخليها ليلة كاملة حتى انا غدا عاد غنتغدى بها كل ما خليتوها كل ما كتكون ساهلة في الهضم ما كتحسوش بديك التقولية اللي باش كتاكلو البيتزا هذاك هو لو سكري دونك فوالا غادي نخليها في الفران شاعل عليه الضو حيت دابا كيف ما قلت لكم بالحال برد دونك غادي نخليها انا ليله كامله نتوما تقدروا تخليوها ساعتين المينيموم واولا 6 سوايع على حسب نتوما وقتاش غادي تبغيو تاكلوها وامتى عجنتوها دونك فوالا غادي نخليها دابا ليله كامله وغدا غادي نكمل لا سويت فوالا لي زامي ها هي البيتزا خمرات نهزها وغادي نحطها في لو بلون وغادي نعجنها بهذه الطريقه كنجيب من التحت من الجنب الوسط ومن هنا الوسط ومن هنا الوسط دابا غادي نقسمهم على جوج غادي نعاونو بشويه ديال الطحين كنعجنها واحد شي شويه الوغ دابا غادي ندير لاباط هكا Là, quand à part, on joue pour la partie tienne. Donc, on dit les deux pizzas. N'ayant, on dit que je suis dit le train. On va dire que je suis دونك فوالا دازت
نص ساعه غادي نصايبو هادي ونخلي الاخر ابا. دونك انا غادي نصايبها في نديرها في السميده. دونك فوالا غادي ندير شويه ديال السميده. ما كتشوفوا لاباط ما كتقطعش، دونك ما بقاش فيها الجلوتين، حيت كيف ما قلت لكم لاباط كل ما خمرات لمده طويله كل ما الجلوتين كيمشي منها. عندنا اون بيل بات ا بيتزا. دونك فوالا دابا غادي نحطها لاطا اللي غادي نطيب فيها. دونك غنديرها في هذا، دونك غادي نقادها شي شويه. دونك خصكم ديروا الفران ديالكم يسخن ملي تكونوا كتبغيو تسرحوا لاباط، ديروا 180 درجه كوم سا. دابا غنبداو نحطوا اولا les ingrédients بشويه بشويه. alors pour les ingrédients عندنا la sauce tomate، عندي شويه ديال زيت العود، عندي لا موتزاريلا هذه اللي محكوكه، وعندي لا موتزاريلا غونديل، وعندي البازيليكو او الحبق. دونك دابور غادي نبدا بلا صوص طوماط هي الاولى، غادي نديرها وشويه ديال زيت العود وغادي ندخلها في الفران. اونسويت غادي نزيد الفرماج وندخلها في الفران بوغ 6 مينوت، اشاك فوا 6 مينوت. دونك غنجيب لابيتزا ديالي غادي نديرو فيها لا صوص طوماط. وغادي نديرو شويه ديال زيت العود وغادي ندخلها في الفران. فوالا لي زامي، من بعد ما دازت 6 دقائق ها هي خرجتها، ودابا غادي ندير فيها الموتزاريلا. دونك ما درتش فيها الفرشيطة، ما درتش فيها حتى شي حاجه، هذاك الشيء اللي درتو هو اللي غادي ديروه وغادي تخرج لكم بحال هكا، بحال ديال لا بيتزا ايطاليان سيسا، هي هادي ما كاينش شي فرق، بحال هكا كتكون في الزنقه وغتجيكم بحال ديال الزنقه. فوالا لي زامي، من بعد ما دازت 6 دقائق اخرى باش يذوب الفرماج ها هي لاباط واجده. غادي نزيدو البازيليكو او الحبق. اي فوالا، بالصحه والراحه، لا بيتزا واجده. غادي نقطعو دي مورسو باش تشوفوها كيفاش جات. J'espère que vous avez la pizza. Bonjour les amis, elle est 100%, c'est la recette à 100% italienne. Donc voilà, il a brûlé le vrai goût de la pizza italienne. C'est la recette italienne.